قناة جوهر السويس. النهاردة الجمعة والساعة 11، والسوق بسم الله ما شاء الله الحركة نشطة، وكل المحلات فرشة وخير ربنا كتير. وطالما جينا الحلقة لازم نيجي عند مين بقى؟ عند حاج علي. صباح الفل حاج علي، منور قناة جوهر السويس بأسلوبك الراقي، بأسعارك الحنينة على الناس. الناس بتقول لي أسعاره، إيه رأيك؟ الحمد لله تمام، البحر اتفتح وعندنا خير ربنا، واخد بالك، والاسعار النهارده حنينه جدا، وهتنزل كمان. الناس عايزين ناس تنزل كده وتبقى الحياه حلوه كده، وربنا ما يجيب لنا حاجه وحشه. ربنا يوسع سوقك ويحسن سوقك يا رب. الحمد لله. الجمبري الجميل ده عندي، الجمبري دوما كان ب 300 جنيه، النهارده عامل 210. 210 وينزل 200 برضه يا عم علي. ينزل 200 ان شاء الله. لمحبي قناه جوهر السويس ان شاء الله باذن الله. ده كشك اللي هو بولونيز. ده ملغمي ليه كده؟ هو كده. هدي واحده كده دي. بسم الله ما شاء الله، حاجه صاحيه. دي ملص يا جماعه. انا حاسس ان في انواع كتير قوي من كذا نوع. عيله الكشر دي تبع الارض. تبع الارض. يعني الارض بتاثر في الجلد. في ارض بيضاء يبقى لونها حاجه، ارض سمراء يبقى لونها. والرمله غير الطينه غير الطبله. بكام ده؟ ده عامل 120. 120 جد 160. تمام، الله ينور عليك. جد 160 تمام. ربنا اللهم صل على النبي. الكشري ده نفس السعر ده. ده شعور قصدي. شعور عامل 120. 120 النهارده كويس. عامل 120. عندنا البنيس بلدي. بنيس بلدي ده ولا مزارع؟ لا بلدي. عشان فاتح شويه. عامل 120. ابو زرع ده. ابو ايه؟ مزارع. ابو علامه زرع. ده عامل 120. كان بتاع ب 150. تمام. الديكور النتي دي المطرقه دي لا مطرقه كده. بكام دي؟ دي عامله 90 بعد 120. 90. عندنا ضرائب كده بسم الله ما شاء الله. ضرائب يا جماعه. عامل 110. 110 كان بتاع ب 140 150. عندنا نيوت بلدي. نيوت بلدي ده بكام؟ البلد ده عامل 75. تمام. ده بقى كشر. كشر صغير. كشر صغير. ده الشوربه والاليه حلوه. بكام الكيلو فيها دي؟ عامل 100 ينزل يبقى 90. 90. الله ينور عليك. ان شاء الله. الله ينور عليك. اسعار بسم الله ما شاء الله ما تبقاش. والحديد ده؟ عامل 80. هات كله. هات الحديد ده كده يا استاذ. انا اعطلك عن شرب الشاي معلش. الله بسم الله ما شاء الله. ده اغلى من الحديد الثاني. بسم الله ما شاء الله. ده الاحمر. ده التصدير. لا تصدير. لا تصدير. بيسموه حديد بغبغان. ده هو بتاع التصدير. لو في تصدير سيادتك ما كناش نتلاقي بالسوق خالص. بكام ده؟ ده عامل 80. حلو. حلو 80. والحفاره العفره دي؟ الحفاره دي بتاعت كمان. الحفاره دي بسم الله ما شاء الله. الله بصوا يا جماعه بكام الكيلو فيها؟ دي كانت بتتباع ب 200 النهارده ب 140. 140. الله ينور. كمان طيب السهليه دي على حفاره؟ عندي السهليه دي هي عامله 120. 120 بتاع كمان. دي بوري. بوري بلدي. بوري بلدي بكام؟ بوري بلدي عامل 100 جنيه. 100 جنيه. بلدي. جمبري الابيض ده. بكام ده؟ ده عامل 190 جنيه. 190. افردها على صبعك كده وايديك كده عشان الناس تعرف تطولها. سيبهم حاجه والله بيتاخدوا 190 ده. 190 بعد 200. الكشري دي. بكام دي؟ الكشري ده عامل 120. 120. ودراك؟ الدراك دول عامل 50. وشو رفيعين دول؟ السلايه دي عامله 80. 80. 80. دايما منور السوق. عليك عجل. وربنا يوسع عليك. ويحسن السوق. الدنيا تمشي وربنا ما يجيب حاجه وحشه لمصر ان شاء الله. ان شاء الله كل ما حضرنا حلو هيبقى زي الفل. ان شاء الله. باذن الله. الاسعار حلوه يا حاج يعني. ربنا يوسع عليك ويحسن سوق. عندي كور هنا ب 50. طماره دي. بكام؟ عامله 50. 50. الناس النهارده طالما السوق فتح والموسم فتح عايزه البحر.
ولا يا هندسه؟ صح. لازم نجيب كده برضه عشان تنوع السوق. الخرمان ده بكام يا عم علي؟ الخرمان ده عامل 70 جنيه. 70 جنيه. بيجي احجام منه؟ في 3 كيلو و4 كيلو. في خرمان ابيض وفي خرمان ازرق. ده البلدي. ده البلدي. والتاني ايه؟ ما هو برضه ما فيش منه مزارع. تبع الارض. تبع الارض. يبقى احنا نتفق ان حسب تبع الارض. تبع الارض. في ارض رمله وفي ارض سمراء. السمكه بتبقى تبع الارض. السلام عليكم.